بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله بالشأن الباهر والسلطان القاهر. سبحانه يسبح له ما في الأرض والسماء ويدعوه ما في الضياء والظلماء. سبحانه تقدست أسماؤه وجل صفاته، يسبح له السماوات السبع والأرض. وإن من شيء الله سبح بعبده ولكن لا تفقهون تسمعهم، إنه كان حليما غفورا. أحمده تعالى بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه، وأستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جلت قدرته وعظم حلمه وأحاط علمه وسع كل شيء علما. لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أفضل من تضرع ودعا وطاف وسعى. أرسله الله رحمة للعالمين وسراجا للمهتدين وإماما للمتقين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونكح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله ودعا إلى الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعه وحزبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إنكم في يوم عظيم، يوم يتجلى الله فيه برحمته لعباده المؤمنين ويباهي بعباده الحجاج ملائكته المقربين. يقول لهم الله سبحانه وتعالى: ألم تروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا يطلبون مغفرتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي هذا اليوم وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف بين يدي الله تعالى ضارعا متواضعا ذليلا خاضعا خائفا راجيا، مع أنه عليه أفضل الصلاة والسلام، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف ونحن يا عباد الله، يا عباد الله، بقلوبنا كمثل جبال الجبال الرواسي وكمثل بحر متلاطم؟ ألا فتوبوا إلى الله. توبوا إلى الله عباد الله، توبوا إلى الله وتقربوا إليه سبحانه وتعالى بالدعوات، وأنتموا قنون بالإجابة، وتضرعوا إليه سبحانه وتعالى، وأعطوا هذه الأوزار الثقيلة بالاستغفار، والعجو إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. عباد الله، إن الله قد فرض عليكم الحج ليكون صلة بينه وبينكم، وليكون سببا من أسباب التقوى. فالله تبارك وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرضه فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلم الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فتزودوا من هذا الموقف العظيم، تقوى الله سبحانه وتعالى، واستغفروه من ذنوبكم، واعلموا أن الحاج الذي يقف عند حدود الله سبحانه ولا يرفث في حجه ولا يفسق ولا يجادل، يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يجهل رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فاحرصوا يا عباد الله على أداء شعائر الله كما فرضها عليكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجدت الأرض والسماوات والأرض وأشد المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. واتقوا يوم ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا ان هذه الدنيا هي طريق الاخره، وما المرء الا سالكها بسرعه. فتزودوا من هذه الحياه الدنيا تقوى الله سبحانه وتعالى، واعلموا انكم الى الله تعالى منقلبكم واليه مصيركم، وانكم ستحاسبون على جميع اعمالكم. واذكروا انتم اليوم في هذا الموقف العظيم قد تجردتم من لباسكم المالوف وخرجتم كلكم فواسيه، لا فارق بين قوي وضعيف، ولا بين فقير وغني، ولا بين حاكم ومحكوم. تذكروا انتم في هذا الموقف العظيم، ذلك الموقف الذي تقفون فيه بين يدي رب العالمين وتحاسبون على فاتقوا الله يا عباد الله، وادعوا الله سبحانه وتعالى، واهتموا الخشونة بالإجابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك وإنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك ربنا أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا فرجته، ولا كرب إلا نصفته، ولا دين إلا قضيته، ولا مريض إلا عافيته، ولا غائبا إلا حفظته وربته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدو إلا تسيته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها منفعة إلا قضيتها ويسرتها وتركتها حافية. اللهم اجعل الموت خير غائب من قبره، والقبر خير بيت نعمره، واجعل ما بعده خيرا لنا بالله يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر. اللهم انا نسالك ان ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وعلما نافعا رافعا، وايمانا خالصا ثابتا، ويقينا راسخا صادقا، ورزقا حلالا واسعا. ونسألك ربنا أن تهبنا إنابة المخلصين، ويقين الصديقين، وسعادة المتقين، ودرجة الفائزين، وأفضل من قصد، وأكرم من سئل، وأحرم من عصي. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كما جئناك من بلاد شتى شعثا غبرا، تركنا الأهل والأولاد وراءنا، وكما آويتنا في حرمك الآمن فحرم لغمنا وجدهنا وشعورنا وعبادنا وكل شيء منا على النار. يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كما تطلع ببيتك العتيق فأعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار، وأرق المسجد جمع الأبرار، واجعل بعض الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحسن وسادتنا إليك، اللهم أحسن وسادتنا إليك، اللهم أحسن وسادتنا إليك، اللهم ربنا لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، وارسل لنا اجمعين، وارسل الجنة امنين. اللهم كما جيناك الى حرمك الامن وبلدك الامين، نسألك الامن يوم النشور، اللهم انا نسألك الامن يوم النشور، اللهم انا نسألك الامن يوم النشور، اللهم انا نسألك الراحة بعد الموت، والعفو والتيسير عند الحساب، والفوز بالثواب، والنجاة من العذاب. يا كريم يا وهاب، اللهم تقبل منا نسكنا، وتقبل صالحات اعمالنا، وتجاوز خطاياتنا، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا في زمرة عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم ابعثك عشان يباعه المعقول واسقنا من حوضه المروض شربة لا نرضى بعدها ابدا ولا تفرق ربنا بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم احينا على سنتي وامتنا على طريقتي واحشرنا في زمرتي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم ربنا اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واقطع دابر اعداء الدين وابدا قتل شاكتهم يا رب العالمين ولا تدع لهم من باقيه. اللهم افعل به كما فعلت بثبوت الرعاه وفي عوده الاوتاد الذين طغوا في البلاد واثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم صوت العذاب واجعل باسهم بينهم شديدا واجعل باسهم بينهم يا رب العالمين وخلص جميع المسلمين من قهرهم. اللهم ربنا استخلف وفي ارضك ما استخلفت من قبلنا من عبادك المؤمنين وذكر لنا ديننا الذي ارتضيته لنا وادخلنا بخوفنا امنا وبذلنا عزا وبشقنا غنى وبتشتتنا وحدا واجمعنا على كلمتك والف بين قلوبنا بطاعتك. اللهم انا ضعفاء فقونا وانا اذلاء فاعزنا وانا فقراء فاغننا. اللهم اغننا بحلالك عن الحرام وبطاعتك عن الاثام وبك عن سواك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك وبرحمتك يا رسول ونعول في إجابة الوعادة عليك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد على الكتلان فلا تردنا ربنا قائدين وارحم الجسد عابدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.